الكهرباء من أكبر ملفات الفساد في تاريخ العراق. في خضم الاحتلال عام 2003 جرى تدمير نحو 80% من منشآت توليد الكهرباء. بعد 2003 أنفقت الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لإصلاح قطاع الكهرباء، لكن الفساد التهم كل تلك الأموال وبقيت المشكلة دون حل. فالعراق يحتاج إلى نحو 30,000 ميجاوات، ينتج منها بالكاد 14,000 ميجاوات، ويتجه لاستيراد بقية احتياجاته من الطاقة من إيران. وهكذا أصبح يعيش العراقيون نصف اليوم في الظلام، فالكهرباء لا تستمر سوى لبضع ساعات حتى في أرقى مناطق العراق. بالصيف ماكو نهائي، يجينا باليوم ساعة ساعتين وتطفى. شو لازم نقول؟ هو يسوون اياها وترجع مثل العالم كل دول العالم. عرضت السعودية على العراق المساعدة لتوفير الكهرباء للعراقيين. قابلت وزير الكهرباء الإيراني ب 2018 قطعوا الكهرباء عن العراق، كان هدفهم اسقاط حكومة العبادي. توسلت بالوزير ان يرجع الكهرباء للعراق، ما قبل يعطيني. اتصل بي وزير الكهرباء السعودي، قال وين مشكلتكم؟ قلت له مشكلتنا اولا وقود غازويل. قال لي خلال 24 ساعة تصلك غازويل من الكويت، وخلال 6 ايام يصلك غازويل من عندنا وبلاش، كهرباء ننطيكم بثلاثة سنت. عرض مغري. لكن إيران ضغطت على العراق لرفض المساعدة من السعودية. قدمت تقرير للسيد رئيس الوزراء وسوى وفد على أساس الروح إلى السعودية جاهزين للتوقيع ويانا يحلونا مشكلة الكهرباء. قبل يوم من السفر ألغيت السفرة بسبب ضغط من إيران. يعني أني أضحي مصلحة ناسي معلمود إيران ما تزعل؟ وهذا حكي. وهكذا بقيت إيران تبتز العراقيين بالكهرباء للضغط السياسي أو تمرير أجندتها وفرض الموالين لها. هذا مصير العراق كله مرتبط بإيران. هاي ليش قطعوا المي الإيرانيين؟ كهرباء قطعوها حتى شو يصير ضجة، حتى شو يصير يستعجلون بتشكيل الحكومة، حطها من حزب الدعوة، حطها من فلان بوكان، حطها من يابئة، بس خلنا نخلص إيران حتى توافق علينا. بحسب مراقبين نهبت إيران ثروات العراق وعرقلت التنمية فيه حتى لا يستقل بقراره ويخرج من عباءة التبعية. ليش استورد الكهرباء من إيران؟ إذا تركوا قرار سياسي على غفلة بالشهر 7 سدد الكهرباء وسوت لنا مشكلة. سبب مشاكلنا إيران، أنا بشوف عن كلامي.